سلام يا جماعة، زي ما قلنا الأسبوع اللي فات هنتكلم الأسبوع ده عن إزاي نخلي ولادنا شاكرين للحاجة اللي معاهم. الأسبوع ده هنتكلم عن 7 نقط، إزاي تعلم ابنك أو بنتك إنه يقدر الحاجات اللي عنده. عالم النفس للأطفال بونو كتب كتاب اسمه Making Grateful Kids، بيشرح فيه إن كل ما الأهل يسندوا ولادهم فكل ما كانوا الولاد يتعلموا الولاد بسهولة عادات كويسة ويقدر يعبر عن نفسه بسهولة. وكمان الكاتبة نورا نابر كتبت عن الموضوع ده. أول حاجة، اتكلم مع طفلك عن البلاد اللي مش متوفر فيها كل حاجة. احكي له مثلا ان في بلاد كتيرة في العالم المية بتاعتها مش نظيفة. احكي مع طفلك عن الأخبار، أو احكي له قصص عن الأطفال اللي عندهم حاجات بسيطة زي اللي عايشين في تندة مثلا. احكي لطفلك ان في بلاد فيها أطفال ما عندهمش لعب يلعبوا بيها، وبكده طفلك هياخد باله وهيفهم ان مش كل الولاد عايشين زي ما هو عايش. تاني حاجة، عرف طفلك ايه قيمة الفلوس، بمعنى شوف طفلك شايف الفلوس ازاي. لما بتجيب له سيرة الفلوس هو بيفكر ساعتها في ايه، لان في ولاد مثلا فاكرين ان مكنة الفلوس مش بتخلص، او ان كل الولاد بياخدوا كل الحاجة اللي هم عايزينها زي ما هو بياخد كل حاجة هو عاوزها. تالت نقطة، اسمع طفلك لما يكون محتاج لك. ما بين شغلك هو بين الحياة الاجتماعية، الوقت اللي بتديه لطفلك هو ده اللي بيقدره. ما تنساش انك لما تحطه تقسم وقتك انك تحطه في حسبانك. الطفل محتاج يحس باهتمامك علشان يبني نفسه وكمان يشكر. رابع حاجة، اشكر طفلك. لما طفلك مثلا يلف معاك الترابيزة او يخلي باله من اخوه وانتو مش موجودين، او انه كان صابر لحد ما تخلصوا التليفون، اشكره. اشكره دايما لما يبقى نفسه في اي موقف. عرفه الاحساس لما حد بيشكره بيبقى عامل ايه، كمان هيبقى عنده احساس انك بتقدره. خليك كأهل برضو شاكر وبتشكر الناس التانية. دي خامس نقطة. ولادنا بيتعلموا كتير من بس البصة عليكو، بيشوفكو انتو بتعملوا ايه وبيتعلموا منكو. احنا ممكن نقول الولاد ان هم يكونوا شاكرين، ولكن هيكونوا شاكرين لما يشوفك انت برضو شاكر، لانه هيقلدك. مثلا لما تكون بترمي لبس او اكل في الزبالة، المحتمل ان طفلك يعمل زيك لما يكبر كبير جدا، لان طفلك هيحس ان الموضوع ده عادي علشان شافك انت كمان بتعمل كده. احكي لطفلك عن عمل حلو عمله جار او صاحب او حد غريب وانت كنت شاكره جدا. شريك الحياة اذا كانت ست او راجل، لو وقف ساعد في المطبخ مثلا او نظف البيت، بين قدام طفلك انك شاكره جدا. بكده طفلك هيتعلم ان مش كل حاجة حد بيعملها ممكن تكون عادية، وانك سهل جدا تقدر الحاجة اللي التاني عملها وتكون شاكره. سادس نقطة، خليك واضح مع طفلك لما تاخد بالك انه بقاله فترة مش شاكر. يعني مثلا لو طفلك اشتكى ان الاكل النهاردة مش حلو، ما تقولوش على طول بنبرة فيه عصبية انت مش شاكر، ده في غيرك مش لايق والكلام ده كله. لو هو مثلا كان الكلام اتوجه للماما، فممكن بابا او حد من الاخوات الكبار يقوله مثلا انت تقصد انك عاوز تشكر ماما انها وقفت وتعبت، ولكن اكل امبارح كان احلى. الطريقة دي بتساعد الطفل انه يفكر بطريقة مختلفة.
الهدف هنا ان الطفل يبقى ياخد باله من التعب اللي اتبذل في عمل الاكل، وده كمان يقدره. سابع نقطة واخر نقطة للاسبوع ده، قدم حاجة للمجتمع، مثلا لبس قديم او لعب او كتب مش محتاجها، وديها لمكان خيري للناس اللي هي تقدر تستعملها تاني. ما توديش الحاجات دي لوحدك، لكن خد طفلك معاك، وكمان اشرح له انت ليه بتعمل كده. جهز مثلا فطار مع طفلك واديها للناس اللي هما ما عندهمش بيوت وقاعدين في الشارع، او خليه يحط من جزء من مصروفه على جنب ويشيلها لاي عمل خيري. طفلك هيبقى واخد باله وشايف ازاي وقد ايه الناس دي شاكرة وشاكرين على حاجة بسيطة جدا، وده كمان هيخليه شاكر على الحاجات الكتيرة اللي هو عنده. النقط دي تتنفس اكتر مع الولاد الصغيرين، لكن الكبار شوية زي سن المراهقة، يبقى شاكر ازاي وبالذات في الاوقات الصعبة، ده هنتكلم عليه المرة الجاية في ازاي تتعامل مع طفلك.